ورق أخضر مع مروان خالد. السلام عليكم. تفكرت في كلمة شجرة وفي كلمة المشاجرة وفي الحروف الشجرية، فألفيتها تعود إلى جذر واحد وهو شين جيم راء. ثم تبين لي أن هذه الأحرف شين جيم راء عندما تجتمع فثمة ثلاثة معان، هي التداخل والعلو والصرف أو التنحية. ركزوا معي. اشتجر القوم، أي تداخل بعضهم في بعض وتشابكوا، فلذلك نقول تشاجر القوم، تشاجروا بالرماح أو بغيره. ومنها المشاجرة التي من معانيها أيضا، أقصد المشاجرة تداخل أصوات المتشاجرين أيضا. وشجر الأمر بينهم اضطرب وتنازعوا فيه، وفي القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والشجر كل نبات له ساق، والأرض الشجرة، والشجيرة والشجراء هي الأرض التي فيها شجر كثير. ونقول هذه أرض أشجر من غيرها، هذا يجوز في اللغة. ولكن ما معنى شجر الرجل الغصن أو الثوب؟ أي نحاه أو رفعه أو صرفه عن مكانه. وشجر النبات رفع ما تدل من أغصانه. أنت جئت إلى شجرة فرأيت غصنا متداليا فرفعته، أي شجرته. ولو سألك أحدهم ما شجرك عن ذلك، فكن نبيها وافهم أنه يقصد ما صرفك عن ذلك. ألم أقل لكم من معاني الشجر الصرف؟ طيب، إليكم هذا المعنى: شجر الولد فمه، أي فتحه، وشجرت الشيء طرحته على المشجر. تعرفون المشجر؟ إنه المشجب. لا تعرفون المشجب؟ إنه علاقة الثياب. والشجر الذقن، والشجرة النقطة الصغيرة في ذقن الغلام. وبات الرجل مشتجرا، أي يضع يده تحت شجره على حنكه. والحروف الشجرية هي شين جيم ياء، تخرج من شجر الفم، أي من مكان انفتاحه جانبي الذقن. ورق أخضر مع مروان خالد.